الذهب يحاول الصمود بين تعزيز الفيدرالي وتفاقم أزمة إيفرغراند، ويصل لمستويات 1755 دولار بعد أن وصل لأدنى مستوى له خلال 6 أسابيع. كما سنشاهد الدولار بعد أن وصل مستوى 1740 دولار انخفاضات كانت واضحة خلال الأسابيع الماضية، وصل اليوم في تعاملاته إلى 1755 دولار، وهو يواجه مستويات المقاومة المقبلة عند 1780 دولار. مرونة الفيدرالي التي بثت الاطمئنان في الأسواق جاءت بعد التصويت الفيدرالي لمستويات الفائدة المقبلة، والتي أشارت إلى احتمال أن تكون مستويات الفائدة في وقت قريب من 2022، بثت الثقة والاطمئنان في أسواق الأسهم بشكل كبير. أثرت على أسعار الدولار، ارتفعت أسعار مؤشر الدولار بشكل واضح خلال تعاملات اليوم، حتى وإن تأخر ارتداد ارتفاع أسعار الدولار، ولكن كما سنشاهد ارتفاعات واضحة لأسعار الدولار مقارنة بأسعار الذهب الذي شهدت انخفاض خلال التعاملات الماضية، حتى وإن شهد بعض الارتدادات خلال تعاملات اليوم. أيضا الارتدادات كانت واضحة على عوائد سندات العشر سنوات، كما هو واضح باللون الأزرق، ارتفاع وارتداد حتى وإن جاءت أيضا متأخرة واستجابة متأخرة، ولكن ارتفاعات واضحة لعوائد السندات بعد أن وصلت إلى 1.14% مقابل انخفاضات كانت لأسعار الذهب، حتى وإن شهدت أيضا ارتفاعات وارتدادات قصيرة الأجل. لو استعرضنا في النهاية حركة الذهب وأسعار الذهب الطويلة ومتوسطة الأجل، نجد أنه كسر مستويات الدعم متوسطة وطويلة الأجل. على مؤشر فيبوناتشي سنجد أنه كسر معظم مستويات الدعم الأساسية، وهو الآن يقف عند مستوى الدعم 1750 دولار، وبالتالي يعني اتجاه الذهب حتى الآن يعني عكس معظم اتجاهات الأسواق خلال العام 2021، مخفض أكثر من 8%. وبالتالي حتى يعني نوضح الأمور أن اتجاه الذهب هو يعكس اتجاه الدولار، ومع التوقعات بارتفاع مؤشر الدولار خلال الفترة المقبلة بعد الإشارات لارتفاع أسعار الفوائد في وقت قريب من 2022، وبالتالي سنجد أن هناك بعض الضغوط البيعية التي قد يشهدها المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.